شهر رمضان على الأبواب كما يقال، صلى الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا من صوامه وقوامه وقارئ القرآن فيه. أنا أنصح أولا أن كل إنسان فينا، يعني لا أقول إذا دخل رمضان، أقول من ليلة أنه يبدأ يحط له منهج حياة جديد. يعني هل أنا راضي أن لو مت الحين، وكلنا وارد نموت، كلنا وارد الآن خلال لحظات تقبض روح أي واحد منا، هذا وارد، أمر وارد وكلنا نؤمن بهذا. هل أنا مستعد لو جاءني الآن ملك الموت؟ هل أنا مستعد؟ هل في حقوق للناس عليه؟ هل في أشياء ما كتبتها؟ هل أشياء ما قلتها؟ هل في ذنوب ما تبت منها؟ هذا الأمر يجب أن يكون دائما في أذهاننا، دائما في أذهاننا. الحين جاني ملك الموت، يمدي ولا ما يمدي؟ مثل الحين شلون واحد لما يقول ترى بين لحظة ولحظة، يقولك يلا دش مثلا التجنيد أو العسكرية أو السفر، بتسافر ترى أي لحظة ممكن يقول لك يلا سافر، أو واحد تسفير مثلا ما عنده إقامة ممكن أي وقت يصيدوني، فتلقى يخلص الحقوق اللي عليه والواجبات اللي له، ينتبه حق نفسه، يخلص أشغاله كلها، بحيث إنه لو جاء هذا الوقت اللي هو ما يعلم متى، لو جاءه فجأة إلا هو يعني ما عنده ارتباطات. فهذا حقيقة أمر واجب أن كل عاقل لابد يكون محضر نفسه حق هذا اليوم، خاصة أنه ما يدري متى، ما يدري متى. زين شلون الحين، ما التشبيه بعيد شوي لكن مشوها، زين شلون لما المدرس مثلا أو الدكتور بالجامعة وكذا يقول أنا عندي امتحانات مفاجئة مثلا، خليك مستعد على طول، في أي لحظة ممكن أقول شنو، يلا طلع ورقة وقلم مكتب هذا امتحان، فتكون لازم شنو دارس أول بأول، لأن في أي لحظة ممكن يأتيك الاختبار وتشوف عاد تقدر تجاوب ولا ما تقدر تجاوب. هكذا الدنيا يا جماعة الخير، ممكن أي واحد فينا يفارقها. لو أنا فارقت الدنيا، هل الناس علي حقوق؟ هل الناس تدين بهذه الحقوق؟ هل كاتبها مثلا؟ هل بيني وبين الله تبارك وتعالى أشياء ما تبت منها؟ حقوق لله، حقوق للآدميين. يعني أنا أقول فرصة الآن، أنا ضد من يقول ننتظر رمضان، ومن يقول بنوصل رمضان، أنا أقول نبدأ من الآن أن الإنسان يتخذ القرار ويقول اللهم إني تبت إليك، ويبدأ يضبط أموره مع الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاءته المنية وإذا هو مستعد. بلال بن رباح لما كان على فراش الموت قال غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، يعني مستعد لهذا الأمر. صلى الله تبارك وتعالى وفقنا وإياك.